تأتي معظم مياه الشرب في العراق من نهريه الأساسيين دجلة والفرات الشديدين التلوث بالنفايات المنزلية والقمامة التي تلوث بدورها إمدادات المياه. وفي المناطق الأكثر فقراً في العاصمة بغداد توجد شوارع مغمورة بمياه الصرف التي تتسرب إلى الجدران وتحت أرضيات منازل السكان متسببة في انهيارها. بيتنا كله متروس ماي، بيتنا نخوط بيه ماي، رايحين جايين حياتين كلها تشربت. وأنا على غفل البيت هذا حالي، وبعدها هذا سيوقع، هذا البيت مالنا صفحة صفحة هذا حيوقع كله مفطر. هاي الشارع لا يستطيع الكثير من العراقيين شراء المياه المعبأة لأن الزجاجة الواحدة تكلف 500 دينار، أي ما يعادل نصف دولار أمريكي. هو معاناتنا هسه بالنسبة يعني هاي المجاري هسه هدا شوفت هاي الوضعية، يعني أي طفل، مو أي طفل، حتى الكبار هم يتمرضون من هاي. أولا يسوي حساسية جلدية، مرض كوليرا، اشكال من معاناة، حتى المي يتلوث، مي الشرب، لان هذا وين يجي عشر انه هو راح تعرف يصير اختلاط بين المي الملوث وبين المي الصالح. والله هو دا يجي مرات حتى افتح البوري بترسبات، يعني حتى الثلج اللي جابوه يعني حتى صار بمرض، يعني الناس وقعت من وراء الثلج. شنو هاي سبب؟ سبب تلوث المياه صار من أثر المجاري. العراقيون بحاجة ماسة للمياه النقية ويحاولون الحصول عليها من الأنهار والآبار على حساب صحتهم، لأن مصادر المياه تلك ملوثة في مختلف أنحاء البلاد، مما يتسبب في مرض عدد كبير من المواطنين. ويعمل خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالي المياه والصحة العامة مع السلطات العراقية على إصلاح وصيانة محطات ضخ المياه عبر البلاد لتأمين إمدادات المياه لملايين الناس. بالنسبة لبعض المحافظات، من الصحيح أنه صار في تحسن بالوضع الأمني، صار في سهولة بالتحرك ببعض المحافظات، مرات التأخر بالليل ببعض المناسبات عم تسمح للمدنيين أنه يطلعوا يبكوا يعني أكثر من ما كانوا يبكوا قبل. ولكن في محافظات بعد اليوم الوضع صعب جداً، الوضع عم يحتم أنه الناس يمكن بعدها تطلع من محافظاتها وترجع بأوقات لاحقة. ما فينا نقول أنه الوضع 100% صار يعني صحيح، ولكن وجودنا اليوم بالعراق هو إشارة أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصرة ويعني جديرة أنه تبقى بالعراق وتشتغل، وأنه تساهم بقدر الإمكان بتحسين الأوضاع للمدنيين ودعم أكيد المؤسسات الموجودة بالعراق من وزارات ودوائر عامة وإدارات معنية.